محمد رمضان لما غنى غنية ثابت غناها إلي، ثابت على الموقف، ثابت ثابت مش عاوز حركة ثابت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ فيديو اليوم راح نلعب كرة قدم بمين؟ بفرانك. فرانك حبيبي طلع لي جديد أمس بفيديو تفتيح الباكجات اللي هو من يوم كنا ويومين. اديله ادعس، اديله روح، اديني هالطابة هالطابة بس شوف شو تمك 7000. تمام، this is football winner، عرفت؟ تقول لي جوارديولا وتكتيك وحركات، قال لك هاي الشغلات مين؟ عند امك. عيب عيب عيب، خليك لسانك حلو وخليك راجل محترم، تتكلم على ديرك حاجات كويسه مش الطابع. اوكي بينج بينج، ابيخ جيم بشوفه في حياتي، ابيخ جيم حتى بلاي اجين. يا خرج شنو هذا؟ اوكي شباب، الجيم الثاني بلش، خلوني بدل الجيم وانا بلعب احكي لكم عن فرانك، عن ميزاته وسيئاته. ميزاته انه هو كتير تشامب ليفلو مو ليفلو، الاتش بي تبعه عالي. شو يعني الاتش بي تبعه عالي؟ يعني مثل ما انكم شايفين حاليا هو ليفل واحد عندي هو دمه 7000. ف الفكره وين يا اعزائي؟ الفكره انه فرانك بالطابع سفاح، بالسولو العالم تهرب منك، عرفت شلون؟ العالم تهرب منك بالسولو، يعني يشوفوك انت دمك كثير عالي، وخاصه اذا كنت اخذ لك 2 أو 3 باور كيوب، يعني ايزي كثير ايزي الخصم اللي ضدك يكون، وكسر الحيطان بشكل رائع ورهيب، وبيعمل ستان بالالتي تبعيته. ولكن ايش هي المساوئ تبعيت هذا التشامب؟ المساوئ تبعيت هذا التشامب انه هو مثلا كثير ضربته بطول لحتى يضربه، عرفتوا شلون؟ حاليا عم بيجينا لاج ونحن عم نصور، بس عادي لانه نحن عم نحكي عن التشامب بشكل موضوع. ف بيطول كثير لحتى يضرب، وهذا الشيء بيعطي الخصم وقت انه يهرب. ففرانك ما بيستخدموه كثير بالادوار المتقدمه، يعني لانه الكل تقريبا كاونتره. شايفين مثل هون هلا استلمت الطابع، انا فشو راح اعمل؟ راح اعمل اني راح احاول اروح اسجل جول، شايفين؟ بس ما اعطوني اي فرصه. ليش؟ لانه ضد جريف وضد بوني صراحة الاثنين عن قريب يدمجون كتير 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 عالي، بس عادي الامور كلها تحت السيطرة، عرفت شلون؟ هيك يعني مثل ما انتم شايفين، شوفوا هون فورا يكشفني انه انا رح اضرب الالتي، وفورا فانك بالزور ليموت تابعه، شايفين؟ يعني ظريف، هو ظريف بس بدك تكون لعيب فيه منيح وتعرف شلون تلعب وتهجم. بلاي كونكت بلاي اجين، شو عم بصير بالفيديو؟ الله اكبر، انا اول مره تصير معي، شو عم بصير؟ تعال حبيبي. طب ما يعني عيب عيب عليكم، انا عم صور فيديو و... يا شركه النت، يا شركة النت. طل اخذ يقول قبل 10 ثواني، المهم فما علينا، نحن عادي لو خسرنا تخسر تربح، بعدين ما بيخسر غير التجار. ما علينا يا شباب، هذا الجيم كان يعني بس هيك حكي وشلون ومناقشة وتشاتينج بيني وبينكم، يعني اوكي فجاهزين انتم ان شاء الله هلا نورجيكم جيم، جيم معتبر معتبر. يعني شلون يعني جيم معتبر معتبر؟ يعني تفرج هلا على التصفيح، يعني تفرج عزيزي المتابع، يعني انت اذا انا بخسر هذا الجيم دير بالك تحط لايك، دير بالك تحط لايك. تمام تمام، لا شكله بدي اغير رايي، واذا ما خسرت هذا الجيم، يعني اذا خسرت هذا الجيم رجاء حط لايك، لانه مين ضدي؟ ضدي شيلي وروزا واثنين سفاحين، وروزا شغلت الالتي تبعيتها. يا سلام، انا بتراجع عن كلامي. تمام، الا اذا كانوا اللي معي اسطوريين، بس والله انا مين معي؟ صحيح معي الصبار ومعي ناني. جميل، تعالوا اديله 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 روح،
سدد يا كبير. شايفين؟ لك اخ بس اخ على الموقف الثابت. انا محمد رمضان لما غنى غنية ثابت غناها الي ثابت على الموقف ثابت مش عاوز حركة ثابت. هات طبي يا حمار، هات طبي يا كر، هات طبي يا طشم ويسجلنا الجول ثابت على كده من فترة ثابت. وسلام عليكم ثابت.